كما قال واحد الشاعر مالو، هذا الشاعر سميتو قادة بن رفاس، هذا قادة بن رفاس مالو كان يظل يمدح المولى عبد القادر جيلاني بالسوق، لكن قال واحد القصيدة على واحد الحاسي كان ما فيهش الماء، كما سيقول عليه تطردك العنصر بالقدرة نتاع الله، أشتا قال عليه؟ قال له يا ذا الحاسي مقواك ما باقي غير نتايا، روح بكري مولاك والنزعة تحط هنايا، ما باقي غير البير خاوي كي قاسوس البعير، عقارك شاب صغير ولا داته جنايا، مالك يا ذا العقار واك الرقبة يبغي النقار، وانت لبدا مصرار والحصيان ماهم قاوية، راني غنيت عليك مات السكر إلا عليك، راني في الدير مساميك خوتي معبالو بايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لخوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، وتحياتي لخوتي الجزائريين اللي راهم متبعين الشيخ علال. احنا الشعب خاوة خاوة خاطئنا من العداوة، وحنا جمعنا اسم الله واسم محمد رسول الله، واللي قال شي خليه يبليس داك عاميه نصبح غير روج عليه وما فيه نية. سيدي تخلطت للديان صد ولاد الخيام وبقاو غير رسام قاعدة السمية، واه الشعر اللي قال هالكلمة ما فيهاش الغلط. يا سيدي رب العالمين الفتنة ماشي مليحة، احنا خاوة خاوة وخوتي الجزائريين وخوتي المغاربة، احنا كاع ولاد محمد رسول الله، واللي يجري للخير ربي يعاونه، بصح اللي يجري للفتنة راه مفتون في العقل دياله وتوالي ما غادي يموت واحد الموتة شينا. علاش؟ اللي كتلقاه يجري للفتنة عرفوا الشيطان، راه كاين البشر في صفة الشيطان. الله يجعل ربي يهدي الإسلام طريق الخير والعواشير هذه، بسيدنا رمضان قريب. أنا اسمحوا لي أنا كنبغي الخير لا لخوتي المغاربة ولا الجزائريين ولا التوانسة ولا المصريين ولا جميع النقطة العربية. علاش؟ جمعتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لك كلامك وفيه وفراشك نقيه واللي يبغاك بغيه واللي كرهك زيدو خليه، سادة اللي يجري في الخير. وقال له يا الزارع الخير حبة ويا الزارع الشر ياسر، ومول الخير راه ينبى بصح مول الشر راه خاسر، واش مول الشر غادي يربح؟ الله ما يربح. مع عندنا غرض، المهم غادي نوليو للحكايه، وان شاء الله اول رمضان غادي تسمعوا عاود شي حكايات اللي غادي تفوتوا بهم رمضان مزيانين. نكملوا واحد الحكايه على الحيوان ورحنا زايدين في كلامنا ان شاء الله. أرنا يا سادات يا كرام يا اهل الذوق والافهام يا الاسلام، والحكايه زايده القدام. الجمل وقال انا وخصني نوكل مزيان، وخصني هاد الناس يمشيو ناشطين من اللي عطاني السبع الطريق، خصني نوكل مليح. لكن شكون اللي غادي يدير الماكله وشكون اللي غادي يقوم لي بالضياب، وشكون انا نكون له مع الجماعه؟ الغالي الثعلب قال لها شوفي انتي تعرفي ديري الماكله وانت تعرفي القوام. الغال الرنب قال لها شوفي انت ديري لنا غير كان شي حريره ولا كان شي شوربه ولا كان شي بصيله. قالت لهم خاطيكم. الغول الزرانه الزرانه قالوا لها انت تعرفي واش ديري؟ اي انت ديري لنا غير السليط وقادي حوايج يكون على حق وطريقو، حوايج اللي بغا شي حاجه يكون بها. الرنب قالت له انا غادي نقوم ماشي شغلك. الثعلب قالت له انا غادي نقوم جهتي ما تخممش اسيد الجمل. القرقره قالت له انا الجهه ديالي نقومها. ايوا دروك راه الناس كل اللي غادي يخدم السهره، يخصو يدبر السيوخ، يدبر السيوخ يلغى على القنفود. كعرف القنفود قصه بعفريت في الليل اللي كانت القمره وكانت يعني القلب بلاد خاويه، وتعرف راه والله القسمه تقول انت محمد نص الله يرحمه ويرحم موتى محمد. الغال القنفود قال له يا سيدي القنفود انت راك معلوم باش غادي توصل لي الدفوع
وغادي تدخل لي الهديات ولكن نجيب صحابك. ايودي قال له انا نجيب صحابي قاع ما تخممش، الشيوخ على حسابي ولكن انت غادي دير غير الشيوخ كيفاش؟ يخصك دير واحد العرس اللي يكون مختلف على السبع. قال له بخاطيك وكان دير على الغال المشوش بس يكملوا النشاط. الغال مش كبير الشاف نتاع الموسيقى، قال له سيد المش، قال له نعم، قال له انت غادي تجيب لنا الشيخات وغادي تجيب لنا السهرة والقنفودرة غادي يجيب الشيوخ والدعوة غادي تكون مريقلة. قال له سيدي صافي ونهاني ما تخممش. مشى يا سيدي بقى يجيب المواكل. الغال السبع قال له يا سيد السبع انت اللي غادي تعرض الحيوان الاخرين، وكان عرضت لي ليا وانت تعرض لي ليك. قال له صحه ولكن ملي نعرض انا شكون اللي داير العرس انت ولا انا؟ لا قال له انا. ايوا يا الزمل انت اللي خصك تعرض. لا لا قال له عندك بحال النمر بحال الذيب هادو خصك انت تعرضهم. قال له واه، قال له انا ما نعرضهمش انت تعرض هذاك الشيء انت اللي مكلف، انا اللي عليا نوقف معاك حتى يفوت العرس على خاطرك. واه وبعد اقولها غال النمر الغال النمر قال له يا سيد النمر راك معروض فين العرس نتاع الشمل. مرحبا اعرض الذيب جميع الحيوان اللي خلقها على سيدي رب العالمين الى قال النهار الفلاني غادي يكون العرس. قال صحه ارنا يا سيدي بدا العرس النشاط كل شيء اجتمعت الحيوان الذيوب بالطابله ديالهم بوحدهم الخيل بالطابله ديالهم بوحدهم بغال بالطابله ديالهم بوحدهم حمير الطابله ديالهم بوحدهم سبوعة الطابله ديالهم بوحدهم النمور الطابله ديالهم بوحدهم. السبع بقى يشوف قال اه انا قاعد درت العرس وما درتش هادشي انا خلطت كل شيء وهذا كل حاجه دار ليها المستوى نتاعها ولكن الشيوخ فين راهم؟ الغال الغال السبع الغال الجمل قال له اس فوقاش باغي تدي الدواء؟ ها قال له اليوم ان شاء الله نقدروا العشره الحداش تاع النهار ندي الدواء. والشيوخ فين راهم؟ ها قال له ما تخممش حتى يجي عمك القنفود جاب الغايطة جاب البنادرية جاب الدعوة مرونة على كل طريق صافي داو الدفوع خلطوا الدفوع الناس ظلت ناشطة. السبع بقى يشوف قال ولا إني الجمل دار هاد العرس عمرو ما شتو إني عرس هذا أرانا يا سيدي ظلت الناس واكلة شاربة عند موالين الدفوع أول شيء جابوا العروس والناس راها منشطة أي الطوابل كلها والطابلة ديالو. نهار الزمل قال لهم سمعوا اللي بغى يشرب يشرب اللي بغى ينشط ينشط اللي بغى شي حاجة يديرها. قالوا السبع مع من قاعد؟ قاعد لك نعم سيدي مع العود مع البغل مع الحمار مع النمر. الزمل حتى هو قاعد معاهم نعم سيدي كل سيرة خدام. ايوا سبع ايام الليل والنهار والماكله ما كان غير في هذه وحايد هذه والناس ناس السحر. قال هذا هو العرس والله بالك انا غادي نعود لولدي العرس الاخر ولكن خصني نشاور الجمل انا كاع سلطان الغابه وما درتش هذا الشيء ودور فيها السبع. قال له يا جمل هذا العرس اللي درته راه معتبر. قال له الله يا سيدي كيفاش؟ قال غدا غادي يكمل العرس وقال خصنا نجيبو الهديات اللي عنده شي هديه قنفود جيب الغيطه ديالك وجيب صحابك وجيب الهديات هذه الهديه نتاع الذيوب ادخل هذه الهديه نتاع السبوعة دخلوها هذه الهديه نتاع النموره دخلوها هذه الهديه نتاع الخيل دخلوها هذه الهديه نتاع البغال دخلوها الهديه نتاع الحمير كان غير الهديه تبع الهديه الفار حتى هو جايب الهدية نتاعو.
كان غير زيد حيل قدام. قال لي الليله التاليه اي عليها يكون الاختتام. اي اللي بغى سي ما يدير يدير، اللي قدامه شي حاجه بغى يعنقها ما كاش اللي يسالو. صافي. وبقات الناس ناشطه 7 ايام اكل وشرب، والناس منصطة اللي احتكم العرس على خاطره. ويدور الزمل. ها قال له يا ودي السبع درت لي هذه الخصله ما عمره ما ننساها. ياك قال له خصله درتها لي. ملك من العرس جات المعزه. قالت لهم كيفاش؟ تانا خصني ندير العرس. كيفاش؟ تانا خصني ندير العرس كيما الجمل. يا ودي الله يهديك يا المعزه. تي بعد ما حضرتش في الاول والعتروس وين؟ ها ودي قالت له احنا كنا قايمين يعني كنا مسافرين. فين؟ كنا مسافرين عاملين حتى احنا نفوتوا الحياه نتاعنا على شط البحر. ياك قال لي هالسبع ما غادي نعاقبك. علاش اسيدي؟ علاش واش ما عرضكش الجمل؟ قلت له عرضني. علاش ما تحضريش؟ اسيدي قالت له كنت غايبه. وين راها موكا؟ وين راها طير الليل؟ هادو كيفاش؟ قالت لي وجاو. سمعوا قالوا له يا سيدي السبع احنا الهديه نتاعنا جبناها لكن رحنا لاهيين في واحد الصراع. ما هو صراع؟ يا سيد السبع رحنا باغي نديروا لك واحد الضيفة وباغي نزيدوك واحد الميداية على خاطر انت السلطان تاع الغابة. قال لهم روحوا خدموا الشغل ديالكم راني سمحت لكم. العرس انتهى والحكاية انتهت ورحنا زايدين بشي حكاية أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وتحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن. الشيخ على الوخا مشى حوس فرنسا اسبانيا هذا العام، ولكن تهلاو فيا المغاربه اللي تلاقاني يسلم عليا ويكرمني ويفرحني ويقول لي الشيخ علان ملي شفناك دعي معنا. الله يقوي رزق المسلمين. عرفت باللي روحي راني باقي نسوى عند الجمهور. تحياتي للجمهور بزاف بزاف ومبروك عليكم سيدنا رمضان وتصوموا ان شاء الله بالصحه والرحمه والمغفره والتوبه. الله يكتب لنا ويكتب لكم ان شاء الله الحسنات والله يمحي بها السيئات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.